الكيماوي هو السبب أو أهم الأسباب التي أدت إلى خروجنا من الغوطة. أهم الأسباب هي الكيماوي، ضربة الكيماوي، وهذه الضربة جاءت باتفاق من رأس النظام مع الروس، يعني الضربة روسية بامتياز. زورين الذي هو مسؤول عن الحملة الروسية هدد وحرفيا: أمامكم إما الموت وإما الخروج. والضغط كان على الحاضنة الشعبية، يعني كان الضرب على المدنيين ليس على العسكريين في الأيام الأخيرة. أين وين موجود في مكان في مدنيين وتجمع، يعني كان الضرب عليه مباشرة، يعني استهدف التجمعات المدنية. طبعا لم يبقى أفران، لم يبقى مشافي، لم يبقى مدارس، كل انتهى تماما، يعني كأنهم يساقون إلى الموت. نحن كنا نساق إلى الموت ونحن ننظر إلى الموت. زورين الذي هو رأس الأفعى المكلف من بوتين، المجرم بوتين، هو الذي أمر بضرب الكيماوي في مثل هذا اليوم، الذي راح ضحيته أكثر من 80 نفس من بين طفل وامرأة، أكثر من 80. طبعا نحن شهدنا ذلك بعيوننا، شهدنا ونحن شهود على هذه المجزرة التي وقعت في الغوطة الشرقية.